السلام عليكم ورحمة الله. طلابي في السنة الرابعة كهرباء شعبة قوى التحكم في المحاضرة الخامسة في مادة السبيشال ماشين، واللي معادها إن شاء الله يوم الثلاث 14/4. هنستكمل في المحاضرة دي ما بدأناه عن الاستيبر موتور. قبل ما نبدأ الجديد في المحاضرة بتاعتنا، هنعمل مراجعة سريعة على النقاط الأساسية في المحاضرة اللي فاتت. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا فيها على الاستيبر موتورز، وقلنا الاستيبر موتورز دي نوع من المحركات السبيشالز اللي الحركة فيها ما بتكونش عبارة عن روتيشنال موشن مستمرة، وإنما الحركة بتاعتها بتبقى ديسكريت موشن، بمعنى إن أنا لما بدي بلص لأحد الفيزز الموجودة في الموتور بتاعنا، الموتور بيتحرك بستيب معينه سميها الستيب دي الستيب انجل. وقلنا الستيب انجل دي بتعتمد على بعض الحاجات او تبع الكونستراكشن بتاع الموتور بتاعنا، على عدد الفيزز بتاعه وعدد الستيتور توث وعدد الروتور توث في الجزء اللي احنا خدناه قبل كده. وقلنا طبعا نتيجه ان الموتور بتاعنا ده ليه الاداء بتاعه بهذه الطريقه، فبالتالي الموتور بتاعنا ده بيبقى يعتبر اوفر لود كنترول، بمعنى ان انا ممكن اتحكم في البوزيشن بتاع الموتور بتاعي عن طريق عدد النبضات اللي بديها للموتور، نمبر اوف بالسز. كل ما عارف ان كل بالس بتحركه زاويه معينه بقدر معين، يبقى انا ممكن اتحكم في البوزيشن اللي هو عايز اللي انا عايز اوصل له عن طريق عدد البالسز اللي اديها له. وفي نفس الوقت الموتور بتاعنا الموتور بتاعنا عشان هو بالطريقه دي، فهو بيستخدم في ابلكيشنز كتيره جدا، من ضمنها الروبس ابلكيشن، وفي الميديكال ابلكيشن، وفي الاندستريال الكترونكس برضك بيستخدم فيها الاستور موتور في استخدامات كثيره جدا. وبالتالي تعرضنا برضك لبعض المميزات ليه، ان هو طبعا ما فيش اوبن، يعني هو اوبن لوب كنترول، في اكيورسي عاليه في الموتور بتاعنا، وفي نفس الوقت برضك تعرضنا للتايبس بتاعته. وقلنا التايبس بتاعته في عندنا ثلاث انواع اساسيه، في عندنا الفيريبل ريلكتنس موتور، وفي عندنا البيرمنت ماجنت موتور، وفي عندنا الهايبريد ستيبر موتور. وقلنا الفيريبل ريلكتنس بيتكون او بيتقسم لنوعين، نوع اللي عباره عن سنجل ستاك فيريبل ريلكتنس موتور، ونوع اللي هو المالتي ستاك فيريبل ريلكتنس موتور. وبعد كده اتكلمنا على السنجل ستاك فاريبل ريلكتنس موتور. قلنا السنجل ستاك بيبقى عباره عن ستيتور وروتر، والاثنين عباره عن توث سيكشنز، وكان عدد التوث بتاعت الستيتور لا تساوي عدد التوث بتاعت الروتر، وعدد التوث بتاعت الستيتور كل اثنين توث ادجيسنت لبعض قصاد بعض على طول بيكونوا فيز. فلو عندي عدد الستيتور توث عباره عن 6 توث، يبقى ده معناه ان انا كل اثنين يعملوا فيز، يبقى عندي 3 فيز ستيبر موتور. لو كانوا 8 توث يبقى عندي 4 فيز ستيبر موتور، وهكذا. وقلنا طبعا ان لما بيحصل انرجايزنج لاحد الفيز دول، في موتور الروتر بتاعنا بيتحرك بحيث يبقى التوث بتاعت الستيتور والتوث بتاعت الروتر الاثنين الاينمنت مع بعض. والكلام ده لو احنا عملناه واستمرنا فيه، فده بيسموه السنجل فيز فول ستيب موتور، تمام. وبعد كده قلنا في عندنا حاجه اسمها التو فيز برضك فول ستيب اوبريشن. التو فيز ان انا بقى ايه، مش بدي كل مره، مش بدي انرجايزنج لفيز واحد، لا بدي انرجايزنج لتو فيزز، وبالتالي الموتور بتاعنا مش بيتحرك او مش بيبقى الاينمنت على تحت التوث الاولاني ولا التوث الثاني، لا ده بيبقى في النص بين هما الاثنين، في النص بين التوث الاول والتوث الثاني بيبقى ايه البوزيشن بتاع الموتور بتاعنا. لكن لما بندي اثنين فيزز بعد كده بعديهم بيتحرك بنفس الايه، بنفس الستيب انجل اللي هي البيتا بتاعتنا الكامله، تمام كده. اما لو حبينا نعمل كومباينيشن بين السنجل فيز والتو فيز اوبريشن، ده بيسموها الهاف ستيب. الهاف ستيب معناها ايه؟ معناها ان انا في اول مره مثلا بدي الفيز ايه مثلا بالص، اعمله انرجايزنج، تمام؟ يبقى الروتر يتحرك يبقى الاينمنت مع التوز بتاعت ايه؟ بتاعت الفيز ايه. طب لو عملنا بعد كده خلينا الفيز ايه انرجايزنج وعملنا معاه الفيز بي، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى ساعتها الموتور مش هيروح على البي ولا هيفضل في الاي، لا هيتحرك في النص بين هما الاثنين. يبقى احنا كده اشتغلنا بايه؟ اشتغلنا بنص البيتا، فعشان كده بيسموه ايه؟ بيسموه هاف ستيب. تمام كده يا شباب؟ دي الحاجات تقريبا اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. هنكمل بقى ان شاء الله على الجزء ده اللي هنخدناه قبل كده، ونتكلم النهارده
دي برضك كانت الايه مراجعه برضك على القوانين اللي خدناها المره اللي فاتت. لو عدد النمبر اوف فيزز بيساوي ام يبقى البيتا بتساوي 360 على ام في ان ار، وان ار دي سميناها الروتر توث بتاعت عدد التوث بتاعت الروتر بتاعنا. وقلنا في حاجه اسمها ريزوليوشن، ايه الريزوليوشن ده؟ تمثل مين؟ تمثل عدد الخطوات اللي انا هعملها عشان اوصل ل1 ريفوليوشن 360 درجه. هعمل كام ستيب عشان اوصل ل 360 درجه؟ دول بيسموها ريزوليوشن. كل ما كل ريزوليوشن دي كبيره كل ما ده الاكيرسي بتاعت الموتور اكبر، وبالتالي ده معناه ان البيتا بتاعتي لما تكون قليله دي تعتبر ميزه من ميزات الاكيرسي بتاعت الاستيبر موتور بتاعنا. تمام؟ هو لو عايزين نحسب السرعه بتاعتنا كار بي اس ريفوليوشن بير سكند يبقى عباره عن البيتا في الاف اس على 360، حيث الاف اس دي سميناها السويتشنج فريكوانسي اللي هي عباره عن بالسز بير سكند، عدد البالس اللي بيديها في الثانيه الواحده. وبالتالي ممكن نقول برضك ال ان بتساوي ال اف اس على الريزولوشن 360 على البيتا، هي نفسها الريزولوشن بتاعت الموتور. تمام يا شباب؟ النهارده بقى هنكمل الكلام بتاعنا على النوع الثاني من انواع الفاريبل لاكتنس هو المالتي ستاك. ايه المالتي ستاك ده يا شباب بقى؟ ادي صوره يعني اتمنى تكون واضحه شويه للمالتي ستاك. المالتي ستاك بيتقسم الاكسيال روتر بتاعه بيتقسم لمجموعه من التوث، يعني دي سيكشن وده سيكشن وده سيكشن، ثلاثه سيكشن مع بعض. وفي نفس الوقت الاستيتور بتاعه بيتقسم برضك لعدد نفس لنفس العدد، يعني اذا كان هنا ثلاثه يبقى هنا ادي سيكشن وادي سيكشن وادي سيكشن. كل سيكشن من دول هم نفسهم ستاك من اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي بقى الجزء الاولاني ده الاستيتور ده مع الروتور ده، ده توث سيكشن وده توث سيكشن، بس هنا عدد التوث بتاعت الاستيتور بيساوي عدد التوث بتاعت الروتور. ده بيسموه وان ستاك، وده بيسموه الستاك الثاني، وده بيسموه الستاك الثالث. عشان كده بيسموه مالتي ستاك. مالتي يا شباب؟ مالتي ستاك. وهنا عدد الفيزز بيساوي عدد الستاكس دي، يعني هنا اذا كان ده كده يمثل فيز، وده يمثل الفيز الثاني، وده يمثل الفيز الثالث. تمام كده؟ هنا طبعا الفرق الاساسي ان عدد كل ستاك من دول عدد النمبر اوف ستيتور الستيتور توس بيساوي عدد النمبر اوف الروتور توس، الاثنين بيساوي بعض. الستيتور توس هنا بيساوي الروتور توس هنا لكل ستاك منهم، لكل ستاك منهم. تمام كده؟ هنا الروتور بتاعنا بيبقى اللاين مع بعضهم، يعني مثلا ادي التوث بتاعته يعني وصاد اللاين مع بعضها. اما بالنسبه لي لما نيجي نعمل ديزاين بقى للجزء بتاع الاستيتور بنخلي ايه؟ بنخلي في شيفت بسيط بين عدد التوث اللي هنا وبين التوث اللي هنا والتوث اللي هنا. تمام؟ هنشوف بقى الكلام ده هيتعمل ليه. طيب ادي بردك هنا شكل توضيحي بيبين بردك ادي الايه هنا فيز ايه ودي الفيز بي ودي الفيز سي، ده الاوتر فريم اللي بره ده، ودي الستاكس بتاعت كل واحد، ادي الستاك الاولاني ودي الستاك الثاني ودي الستاك الثالث، هنا 3 ستاكس وكله بالنسبه للروتور كلهم على نفس الايه على نفس الشفط. هنا ده بيمثل الايه وده بيمثل البي وده بيمثل السي. لو بصيت على هنا اهو هتلاقي عدد التوس هنا بيساوي التوس اللي هنا، عدد التوس بتاعت الستيتور بيساوي التوس بتاع الروتور لكل واحد منهم، لكل واحد منهم بيساوي بعض. تمام؟ لكن ايه اللي بيحصل؟ لو احنا مثلا عاملين انرجايزنج لفيز ايه؟ يبقى الروتور ده هيلف بحيث ان التوس اللي هنا تبقى قصاد التوس اللي هنا اهو. بص تحت قصاد بعضهم اهو قصاد بعض. التوس اللي هنا قصاد التوس اللي هنا، بالنسبه لمين؟ للفيز ايه مثلا. في نفس الوقت لازم تكون فيز بي في شيفت بينهم من بعض، بين التوس دي والتوس دي. اهو في فيز. وفي نفس الوقت برك الفيز سي يكون نفس ايه؟ نفس الكلام، في فيز شيفت او في شيفت بين مين؟ بين التوس بتاعته والسنه بتاعت الروتور والسنه بتاعت مين؟ بتاعت الستيتور. تمام كده يا شباب؟ عشان كده بنقول ايه؟ لازم يكون في ايه؟ في فرق بين او في يعني ميل الستيتور توس اللي موجوده هنا عن اللي هنا عن اللي هنا، يبقى ما يكونوش ادجسنت لبعض، بحيث ان ايه؟ لو عملنا ريزايدنج للايه؟ يبقى البي مش الاين والسي برضك مش الاين. تمام كده يا شباب؟ هنا بقى الميزه اللي هنا اللي موجوده هنا في المالتي ستاك ده عن السنجل ستاك ايه؟ ان هنا طبعا التورك اللي هينتج في هذا الموتور اكبر من التورك اللي هينتج في الايه؟ في الموتور الثاني. ليه؟ السنجل ستاك كان مين اللي بيغذي الفيز؟ الفيز كان عباره عن اثنين توس قصاد بعض. تمام كده؟ لكن هنا ده كله عباره عن وان فيز. يعني ايه؟ يعني هنا التورك اللي هينتج من هنا من الجزء ده هيبقى اكبر من التورك اللي هينتج من ايه؟ لو انت عندك السنجل ستاك عباره عن اثنين توس قصاد بعض وانت عامل انرزاتك اثنين توس مع بعض بس. لكن هنا هنا التورك اللي هينتج هنا يبقى اعلى من التورك في حاله مين؟ السنجل حاجه سنجل ستاك. لكن طبعا هنا طبعا انت هنا بتعمل تكلفه اكبر. ليه؟ لان الكونستراكشن بتاعك طبعا بيبقى ايه اقعد شويه معقد شويه على الاستراكشن بتاع مين؟ بتاع السنجل ستاك. ها كده يا شباب؟ طيب برضك كده لو عايزين نحسب الستيب انجل هتبقى هتساوي البيتا تساوي كام؟ 360 على ام في ان ار. هنا بقى الام عدد الفيزز مش بيساوي نص عدد الستيتور
توث بيساوي ايه؟ النمبر اوف ستاكس، النمبر اوف ايه؟ اوف ستاكس، تمام كده؟ وهنا برضك بنلاحظ حته مهمه جدا، النمبر اوف ستاك اوف ستوتر تيث لكل ستاك، في كل ستاك ان اس بيساوي عدد الروتر تيث لكل ايه؟ لكل ستاك بالنسبه لمين؟ للروتر، يعني ان اس بيساوي ان ار لكل ايه؟ لكل ستاك من الستاكس الموجوده في الموتور بتاعنا، تمام كده يا شباب؟ طيب بعد كده نخش على النوع الثاني من انواع من انواع السوبر موتور، هو بيرمننت ماجنت. البيرمننت ماجنت هو بالظبط زي السنجل ستاك اهو، يعني عباره عن ايه؟ كل اثنين تنوس مع بعض بيمثلوا ايه؟ في الاستيتور بيمثلوا فيز، يبقى عندي هنا دي فيز ايه ودي فيز بي ودي فيز سي. امال ايه اللي فرق؟ اللي هو الايه؟ الروتر بتاعنا. الروتر بتاعنا ده عباره عن بيرمننت ماجنت. الروتر بتاعنا عباره عن يا شباب ايه؟ من معمول من بيرمننت ماجنت ماتيريال، مش هو تو سيكشن هو كمان برضك، لا ده عباره عن بيرمننت ماجنت ماتيريال. طبعا البيرمننت ماجنت معناها ايه؟ معناها ان انا هنا الموتور بتاعنا هيبقى عليه تورك، او هيكون في التورك بتاعه اعلى من حاله مين؟ من حاله الفاريبل ريلكتانس، ايه الفاريبل ريلكتانس موتور. ودي طبعا من ضمن مميزات الايه؟ البيرمننت ماجنت، ان هيدينا تورك اعلى من حاله الايه؟ حاله الفاريبل ريلكتانس موتور. لكن هنشوف ان في يعني نوع معين او جزء معين من الديس ادفانتج في الموضوع ده. تعالوا نبص على البوش بتاعته تبقى عامله ازاي. لو احنا هنا اتعاملنا مع غالبا برضك، هنا برضك من ضمن الحاجات ان البيرمننت ماجنت عباره غالبا بيبقى تو فيز بس، عباره عن تو فيز، ادي فيز ايه ودي فيز بي. لكن هنا هتفرق عندنا حته او حاجه جديده ما تعرضناش ليها في السنجل ستاك ولا المالتي ستاك، هي ايه؟ هي ان احنا بنغير اتجاه التيار في الفيز. يعني هنا هنا عاملين انرجايزنج لمين؟ للفيز ايه، بس مسمين التيار بتاعه ايه؟ سميناه اي اي بلس. اي اي شباب، اي اي بلس، لان كمان شويه هنشوف حاجه اسمها اي اي ماينس. فده معناه ايه؟ معناه هنا التيار بتاعنا في اتجاه معين في الفيز، في اتجاه معين في الفيز ايه ده؟ فهو في الاتجاه ده خلى التوز دي اس، وخلى دي عباره عن مين؟ عباره عن نورث، هنا ساوث وهنا نورث. فالروتر بتاعنا انجذب للساوث بقى تحتيه نورث، والنورث تحتيه يا شباب؟ تحتيه ساوث، تمام؟ يبقى هنا الاي انرجايز بس ايه؟ الاي بلس. هنا السيتا بتاعتنا تعتبر لو قلنا ده الريفرنس بتاعنا ده، بس هنا بصفر. طيب بعد كده لو عملنا انرجايزنج للبي، لو عملنا انرجايزنج للبي بحيث البي بتاعنا يبقى اي بي بلس، يعني التيار داخل من هنا، فالتيار داخل من هنا وانت لافف اللفات دي بطريقه معينه بالنسبه للفيز بي، هتعمل هنا نورث وهنا ساوث. طبعا لو غيرت اتجاه اللف بتاع الوايندنج دي ودي، غيرتهم مع بعض، هتلاقي ده هيبقى ايه؟ والتيار في نفس الاتجاه، يبقى ده سورس وده ايه؟ وده نورس. لكن هو ايه في الاتجاه بتاعه ده؟ لو انت حتى عملتها كده بالقاعده بتاعت فليمنج اللي خدتها زمان، هتلاقي لو اتجاه التيار في هذا الاتجاه هتلاقي الفلكس في هذا الاتجاه، يبقى النورس هنا والساوس هنا. يبقى ايه اللي هيحصل للجزء ده؟ ده اصبح ساوس وده اصبح نورس. يبقى الروتر ده هيلف ازاي؟ هيلف بحيث النورس يجي تحت مين؟ تحت الساوس، والساوس يبقى تحت مين؟ تحت النورس. يبقى احنا كده مشينا كام درجه يا شباب؟ مشينا 90 درجه، مشينا ايه؟ 90 درجه، تمام كده؟ طيب تعالى نشوف بقيه الاوبريشن. لو بعد كده ادينا تيار في الفيز اي عشان نعمله انرجايزنج بس في اتجاه عكس اتجاه التيار ده، سميناه ايه يا شباب؟ اي اي ماينس. فالاي اي ماينس عمل ايه بقى؟ خلى ده سورس وده مين؟ وده نورث. خلى ده سورس وده مين؟ ساوث. انا اسف، ده ساوث وده مين؟ وده نورث. هتلاقي الايه؟ الروتر بتاعنا هيلف بحيث برضك ايه؟ السورس ان ساوث يجي تحتيه ايه؟ نورث، والنورث يجي تحتيه مين؟ يحت ايه؟ ساوث. يبقى احنا كده مشينا درجه، مشينا كام درجه؟ مشينا 180 درجه. طيب بعد كده عملنا انرجايزنج للبي ماينس. يعني ايه بي ماينس بقى؟ يبقى برضك الفيز بي، بس خلينا التيار في الاتجاه ده مش في الاتجاه ده، فسميناه بي اي بي ماينس، اي بي اي ماينس. فاي بي ماينس معناها ايه؟ معناها انا هخلي ده الساوث وده مين؟ وده النورث. ده ساوث وده نورث. يبقى الروتر هيلف ازاي؟ يبقى برضك تحت نفس الكلام، النورث يبقى تحت الساوث، والساوث تحت مين؟ تحت النورث. يبقى كده مشينا كام درجه يا شباب؟ كده مشينا 270 درجه. لو عملنا انرجايزنج بقى لتاني بعد كده مره ثانيه للاي اي بلس، فده الايه؟ لما هتلاقي الايه؟ الروتر ده يلف، يبقى ده يجي الناحيه دي، يبقى ايه؟ رجعت تاني للوضع بتاعك الاولاني، يبقى انت مشيت كام؟ 360 درجه. برضك هنا نفس الكلام. الكلام اللي فات ده انا كده اشتغلت ايه؟ فول ستيب، واشتغلت ايه؟ وان فيز. اللي فات انا كده عملنا ايه؟ اشتغلنا فول ستيب بس بوان فيز. فالسيكونس بتاعنا لو انا شغال، لو انا شغال كلوك وايز، يبقى ايه؟ بلس بي ماينس، بي بلس اي ماينس بي ماينس، وبعد كده نرجع لاي بلس. اهو السيكونس قدامك، ادي الايه؟ كويف فورم، ادي الايه؟ ادي اي بلس اهو الناحيه دي، وهنا البي بلس، وبعدين اي ماينس، وبعدين بي ماينس، وبعد كده السايكل تبدا ايه؟ تكرر نفسها تاني. لو انا مشيت بالسايكل دي ومشيت كلوك وايز، يبقى انا لو عايز امشي انتي كلوك وايز او كلوك كاونتر كلوك وايز، يبقى امشي ازاي بقى؟ اي بلس يبقى بعدها مين؟ بعدها بي ماينس، وبعدين
A ماينس، وبعدين B بلس، بعد كده نرجع لمين؟ ل A بلس مرة تانية. تمام كده يا شباب؟ إيه يبقى كده احنا عملنا ايه؟ يبقى كده احنا عملنا ايه؟ عملنا اللي هو ايه؟ السايكل بتاعنا تبقى ايه؟ عكس عقارب الساعة. وادي التراث تيبل، التراث تيبل بتاعنا اهو، ادي في في عند الزيرو ال A بلس هو الايه؟ ال A انرجيتك بايه؟ ببلس. وعند 90 درجة يبقى ده ال B ب 90 درجة B بلس. عند 180 يبقى ال A ماينس. عند 270 يبقى ال B ماينس. وبعد كده نرجع تاني على 360 اللي هي الوضع الاولاني، يبقى ده البلس وده ايه؟ وده مش انرجايتك. فده كده بيسموه ايه؟ سنجل فيز اون مود. سنجل فيز، يبقى في كل فتره مين شغال؟ وان فيز فقط هو اللي شغال. تمام كده يا شباب؟ وبرضك بنفس اللي زي ما خدنا هناك، برضك عندنا ايه؟ في تو فيز اون مود اللي هو في حاله برضك بوزيتيف، معناها ايه؟ ان انا هعمل ايه؟ هدي في كل فتره تو فيزز، يعني مثلا هنا ايه بلس مع بي بلس، هنا بي بلس و A ماينس، هنا A ماينس مع B ماينس، هنا B ماينس مع A بلس، وهكذا السايكل ترجع تكمل نفسها تاني. والكلام ده موجود هنا في السيكونس، هو A بلس B بلس B بلس A ماينس وهكذا، زي ما انتم شايفين قدامكم دي السيكونس بتاعتنا علشان تشتغل ايه؟ تو فيز اون مي اون مود، يعني تو فيز شغالين في كل فتره. وادي هنا ايه التراث تيبل بتاعنا، هو A بلس مع B بلس اهو، وبعدين هنا مين؟ A ماينس مع B بلس، وبعدين هنا A ماينس مع A ماينس، بعدين A بلس مع B ماينس، وبعد كده يرجع لنفس السايكل ده. هنا بقى الثيتا كانت بكام هنا يا شباب؟ بقت ب 45. 45 معناها ايه؟ معناها ان الروتر بتاعنا مش موجود تحت الاي ولا تحت البي، لا ده موجود ان ايه؟ ان في الميد بوينت بينهم 45 درجه. وبعدين هتمشي بيتا هنا ب 90 درجه، يبقى توصل 135، وبعدين 90 درجه، تبقى 125، وبعدين 90 درجه وهكذا. تمام كده يا شباب؟ يبقى هنا البيتا بتاعتنا ب 90، زي برضك الحاله بتاعت السنجل فيز اللي فاتت ب 90 درجة، بس هنا ايه؟ بدل البوزيشن بتبقى زيرو، هنا البوزيشن بيبقى كام؟ بيبقى 45 وهكذا، كل مرة تزود 90 درجة عليه. وادي الايه؟ الويف فورم بتاعتنا بتقول ان في كل فترة في عندنا تو فيز موجودين معانا. طيب لو عايزين بقى نشتغل هي هاف ستيب، هنعمل ايه في الهاف ستيب يا شباب؟ يبقى الهاف ستيب هنعمل كومباينيشن بين مين ومين؟ اتحاد بين مين ومين؟ بين الجزء بتاع الون فيز وبين التو فيز. يبقى هنا مثلا اشتغل ايه بلس اهو، هي دي ايه بلس اهو، وبعدين ايه بلس بي بلس، وبعدين وبعدين بي بلس لوحده، بعدين بي بلس مع اي ماينس، بعدين اي ماينس لوحده، بعدين اي ماينس مع بي ماينس، بعدين بي ماينس لوحده اهو، بعدين بي ماينس مع اي بلس، وبعدين اي بلس لوحده، وبعد كده اي بلس مع، نرجع بقى للسايكل تاني تكمل نفسها تاني اهو نفس الكلام. لو انت هنا شغال كله كويس، لو عايز تعكس بقى يبقى تعكس مين؟ السيكونس بتاعك اللي هنا زي ما احنا عرفنا قبل كده. وبرده التراست تيبل نفس الكلام اهو موجود، مره سنجل فيز يشتغل ومره تو فيز يشتغلوا، فيبقى الشيفت كام؟ الشيفت بادئ من صفر لكن هتوصل لكام؟ ل 45. وبعد كده ايه؟ يبقى سنجل فيز يمشي 45، يبقى انت كده ماشي البيتا بكام هنا؟ ماشي ب 45 درجه، يبقى البيتا عباره عن كام؟ نص البيتا الاصليه، فعشان كده بيسموه هاف ستيب، بيسموه يا شباب هاف ستيب. واضح الكلام؟ طيب في بعض بقى الاحيان بنبقى عايزين ستيب انجل اقل من نص البيتا، اقل من نص البيتا، في سواء كان في النوع بتاع الفاريبل ريلكتنس او سواء كان نوع في النوع بتاع البيرمننت ماجنت، فعشان كده بيعملوا حاجه اسمها المايكرو ستيبنج. ايه المايكرو ستيبنج ده يا شباب؟ المايكرو ستيبنج ان انا هشتغل اولا، المايكرو ستيبنج معناه ان انا هشتغل تو فيز بس، تو فيز اون مود، تو فيز ايه؟ اون مود، اللي هو عندي في كل فتره من الفترات اللي موجود عندي تو فيز شغالين. بس هنا بيفرق في حته مهمه جدا، هي ايه؟ ان انا مش بخلي التو كارنت بتاع التو فيز بيساووا بعض، يعني التو كارنت بتوعنا مش بيساووا بعض، يعني اي اي لا يساوي اي بي. لو اي اي بيساوي اي بي يبقى انا همشي هاف ستيب، لكن انا بخلي اي اي مختلف عن اي بي بطريقتين. الطريقه الاولى اما نخلي الاي اي ده كونستنت في البدايه خالص، وابتدي اعمل انكريمنت للتغيير بتاع الفيز بي. يعني ايه انكريمنت؟ يعني ازود الايه؟ التغيير بتاع الفيز بي بستيب معينه، بفيري سمول انكريمنت. يعني مثلا على سبيل المثال لو كان التيار مثلا الماكسيموم بتاعنا مثلا 10 امبير مثلا، يعني فانا ممكن اخلي التيار بتاع الاي اي 10 امبير. اي بي بقى مش هخليه 10 امبير كده على طول، لا ده انا مثلا اخلي الاي بي ده يبقى في الاول مثلا هيبقى زيرو، وبعدين يبقى 1 من 10 امبير، وبعدين 2 من 10، وبعدين 3 من 10، وبعدين 4 من 10، وبعدين 5 من 10. كل واحده من دول، كل ستيب من دول بتعمل ايه؟ هتخلي الروتر بتاعنا يتحرك بايه؟ بستيب معينه صغيره جدا. تمام كده؟ فعشان ايه؟ فبالتالي هنا بيحصل ايه؟ انكريمنت بالنسبه للاي بي لحد ما يوصل الاي بي للماكسيمم.
ساعتها بعمل ايه بقى؟ ببتدي اعمل ريدكشن للاي اي، انزل بقى الاي اي بنفس الانكريمنت. يعني اذا كنت انا شغال بناس بستيب 1/10 بالنسبه للتيار، يبقى ال 10 امبير وكام؟ 9.9، وبعدين 9.8، وبعدين 9 وهكذا. يبقى هو في نفس الوقت يخلي مين اي بي هو ثابت، وهكذا لحد ما يوصل الاي اي يبقى صفر، ازود مين بقى ساعتها؟ الاي بي بنفس، وهكذا نفس الكلام، هو بس بنفس الايه، بنفس الانكريمنت، بزود هنا بانكريمنت معين وبقلل بديكريمنت برضك، ايه بديكريمنت نفس الديكريمنت، هو بنفس الستيب، هي يعني. فده بيسموه مايكرو ستيب يا شباب، بيسموه ايه؟ مايكرو ستيب. وعلى سبيل المثال لو انا عندي الموتور بتاعنا عنده ريزوليوشن 200، فالبيتا بتاعته تبقى كام؟ 1.8، اللي هي 360 على الايه، على ال 200 دي، تمام كده؟ قصدي انا اسف، 360 على 1.8 تدينا مين؟ وهي بقى 360 على 200 هيدينا 1.8 هي البيتا يعني، تمام؟ لو احنا خلينا الريفوليوشن الكامله بتتعمل ب 20,000 ستيب، ازاي بقى بالستيب اللي انا قلت لك عليها من شويه دي؟ معناها ان بتوصل لكام؟ بتوصل ل 18 من 1000 تقريبا. يبقى انت شوف قللت بيتا قد ما دي من 1.8 خليتها كام؟ 18 من 1000 باستخدام مين؟ المايكرو ستيبنج. المايكرو يا شباب؟ المايكرو ستيبنج، تمام؟ وهنا برضك النوع في طريقه ثانيه من المايكرو ستيبنج، هو بيعمل ايه بقى؟ يخلي مثلا ادي الفيز ايه، اهو هيبدا من صفر، وفي نفس الوقت الفيز بي التيار بتاعه ماكسيموم، مش هيخلي ده ثابت بقى زي المره اللي فاتت، لا هيبتدي يعمل ده ديكريمنت، يقلله بستيب، وبنفس الستيب دي يزود مين؟ يزود اي اي، تمام كده يا شباب؟ اهو بيزود اي اي بنفس الستيب، وبيعمل اي بي ديكريمنت بنفس الستيب، وبعد هنا بيكمل الديكريمنت بتاع الاي بي اهو لحد ما يوصل للنيجاتيف ماكسيموم نيجاتيف، ويبتدي برضك هنا يعمل ديكريمنتال ده بنفس الستيب لحد ما يوصل برضك هنا مين؟ للنيجاتيف هنا اهو، تمام؟ وفي نفس الوقت لما يوصل للنيجاتيف يبتدوا يعملوا ايه؟ يعملوا انكريمنت، يزودوا بنفس الستيب برضك لحد ما يوصل للماكسيموم هنا او الماكسيموم هنا. طبعا كل الكلام ده كله معناه ان كل واحده من دول مقصود بعد كده، كل خطوه مع دي، مع خطوه مع دي هنا، هيخلي الروتو بتاعي ايه؟ يلف بزاويه معينه، والزاويه دي بتبقى صغيره جدا، فبيسموها فيري سمول جدا، في اسمها مايكرو ستيب، بيسموها شباب مايكرو ستيب. طبعا النوع ده بيستخدم في حاله مين؟ حاله البيرمننت ماجنت. ليه؟ لان البيرمننت ماجنت التيار فيه، عشان هو تو فيز، بيبقى فيه تيار بوزيتيف ونيجاتيف، التيار بوزيتيف وايه؟ ونيجاتيف. اما في الفاريبل ريلكتنس بيبقى عندنا اكتر من تو فيز، عندنا 3 فيز عندنا، والتيار بتاعنا بيبقى ايه؟ بيبقى في وان دايركشن فقط، فعشان كده دي ما تستخدمش في حاله الفاريبل ريلكتنس، لكن تستخدم في حاله مين؟ تستخدم في حاله البيرمننت ماجنت. معاك يا شباب؟ طيب البيرمت ماجنت بقى ايه مزيه؟ زي ما قلت لكم من شويه ان هو كده هيدينا هاي انيرشيا، هاي تورك، هيدينا هاي تورك مقارنه بمين؟ بالفيريبل ريلكتنس، تمام كده؟ ولكن هو هيكون الحركه بتاعته اقل، السور الاكسلريشن بتاعته بتبقى اقل. ليه؟ لانه عنده انيرشيا عاليه شويه. انيرشيا عاليه ناتجه من ايه؟ ناتجه ان الروتر عباره عن بيرمت ماجنت، عباره عن ايه؟ عباره عن بيرمت ماجنت، تمام؟ برضك هو برضك بيدينا تيار بير امبير اعلى، النسبه بين التيار التورك بالامبير بتبقى اعلى طبعا في حاله البيرمت ماجد عن حاله الفاريبل ريلكتنس. ولكن هو هنا بردك علشان انا ما اقدرش اعمل روتر ليه عدد من البولز بيرمنت كبير، وبالتالي الستيب بتاعته بتبقى صغيره، الستيب بتاعته ايه؟ بتبقى صغيره الستيب سايز بتاعته. فالبيتا بتاعته تقريبا بتبقى نحو من 30 الى كام؟ الى 90 درجه، يعني من 30 ل 90 درجه، لان طبعا ما اقدرش اعمل روتر عباره عن بيرمنت ماجنت وعدد من عدد من البيرمنت ماجنت، عدد التوست بتاعته تبقى كبيره يعني. فبالتالي البيرمنت ماجنت بيبقى الزاويه بتاعته بتاعت الايه؟ بتاعته من 30 حوالي كام؟ 90 درجه. ولهذا بقى عملوا الهايبرد ستيبر موتور. واضح طبعا من اسمه يا شباب، الهايبرد معناها ايه؟ معناها انت بتعمل كومباينيشن بين حاجتين. فبالتالي الهايبرد ستيبر موتور بايه؟ بيحمل في طياته الايه؟ المميزات بتاعت الفاريبل ريلكتنس والبيرمننت ماجنت. البيرمننت ماجنت هيدينا ايه؟ هيدينا تورك عالي، والفاريبل ريلكتنس هيدينا ايه؟ هتدينا ريزولوشن عالي، او هيدينا ستيب انجل قليله، تمام كده؟ وبالتالي هنا الروتر بتاعنا بقى هيعملوا ايه؟ هيتكون بالبيرمننت ماجنت هو كمان. ولكن البيرمننت ماجنت دول زي ما هنشوف كمان شويه هنلاقي ان هو في عندنا تو كاب، في تو كابس او تو كابس عندنا، انا اسف، تو كابس عندنا، بيكونوا التو كابس دول بيبقى توس، الاثنين توس سيكشن، والتو سيكشن دول بيبقى بينهم بيرمننت ماجنت اللي هو نورث وساوث، فواحده منهم تبقى نورث والثانيه تبقى ايه؟ تبقى ساوث، وبالتالي انت كده عملت ايه؟ عملت تو سيكشنز كبيرمننت ماجنت، زي ما اشوف في الايه؟ او في الصوره اهي. بص يا شباب ادي الصوره اهي، ده الجزء يمثل الستيتر، مش مشكله خالص. هنا
الجزء ده بيمثل الاستيتور بتاعنا، تمام كده يا شباب؟ اهو ده، وده الروتر اهو، ادي التو سيكشن اهو، هنا وهنا، واللي في النص ده هتلاقي عباره عن بيرمنت ماجنت نورث وساوث. فاللي لو كان الحته دي نص يبقى دي تبقى نورث زيها، ولو جنب النص الثاني ساوث يبقى دي كام؟ تبقى دي كمان تبقى دي ايه؟ ساوث ايه؟ ساوث زيها. يبقى انت عملت ايه؟ عملت هنا تو سيكشن، عملت عدد من التوس كبير في الروتر اهو، عدد توس نمبر اوف توس كبير في الروتر، وفي نفس الوقت عملت بيرمنت ايه؟ بيرمنت ماجنت. فانت كده حصلت على ميزتين، ميزه ان التورك بتاعك يبقى عالي، وميزه ان الايه؟ الستيب انجل بتاعتك تبقى صغيره. لكن طبعا ده كله على حساب مين؟ على حساب الكوست. طبعا الكلام ده عشان تعمله بيديك ايه؟ بيكلفك كوست اعلى من حاله ايه؟ البيرمنت ماجنت العادي، او من حاله الفاريبل ريلكتنس العادي. يا شباب طيب، في جزئيه برضك على زين نتكلم برضك سريعا على الدرايف سيركت بالنسبه للاستيبر موتور. طبعا احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت ان احنا عندنا بنعمل التحكم في الاستيبر موتور عن طريق السيكونسر. السيكونسر ده اللي بيطلع البالسز اللي احنا عاملين نتكلم فيها، الويف فورمز اللي بنتكلم فيها دي، اللي هي بتحدد ايه السيكونس. السيكونسر ده بيحدد لي الاتجاه الدوران بتاعي عامل ازاي، كله كويس ولا انت كله كويس، انا شغال هاف ستيب ولا فول ستيب، هشتغل مايكرو ستيب، هشتغل ايه بالظبط، كل الكلام ده كله عن طريق السيكونسر. تمام، فالسيكونسر بتاعنا ده بقى بيخش على درايف سيركت زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت. فعندنا نوعين من الدرايف سيركت، حاجه بيسموها يونيبولر درايف سيركت، ونوع بيسموه باي بولر درايف سيركت. اليونيبولر درايف سيركت دي معناها ايه؟ معناها ان السيركت دي بيبقى فيها التيار في اتجاه واحد. التيار في ايه؟ في اتجاه واحد. يعني مثلا بيبقى عندي مثلا سنجل ترانزستور لكل، او سنجل سويتشنج ديفايس لكل فيز. انما الباي بولر بيبقى زي البريدج كده بالظبط. فانت عندك مثلا لو عندك بريدج اربعه سيرست، اربعه مثلا سويتشنج ديفايسز، يبقى ممكن ايه؟ ممكن تعكس اتجاه التيار. يبقى هنا بيدي اتجاه التيار موحد، وهنا اتجاه التيار ممكن ايه؟ ممكن يتعكس. فبالتالي اليونيبولر ده انا ممكن استخدمه امتى؟ استخدمه يكون عندي عدد الفيز بتاعي اكثر من 2 فيز. لان انا ولا عندي عدد الفيز اكثر من 2 فيز وعايز اعكس اتجاه الدوران، مش محتاج ان انا اعكس اتجاه التيار، لا انا معكس السيكونس. بدل ما اشتغل اي بي سي اشتغل اي سي بي مثلا يعني. تمام؟ لو انا شغال عدد الفيز بيبقى اكثر من 2 فيز. او لو انا شغال 2 فيز بس بنحط حاجه اسمها باي فيلير وايندنج او فيلير رانينج. الباي فيلير وايندنج دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بخلي كل فيز اما بيكون في تو وايندنج فيه عكس بعض، وبالتالي التيار لما يمر في واحده منهم بيبقى يدينا اتجاه عكس الاتجاه لما يمر التيار في الايه؟ في الوايندنج اللي هي عكسها. تمام؟ او بنخلي الوايندنج بتاعتنا عباره عن سنتر تاب وايندنج، يبقى نوع منهم بيبقى سنتر تاب، سنتر تاب وايندنج. هنشوف كمان شويه. السنتر تاب وايندنج معناه ايه؟ معناه ان التيار هيمر في واحده منهم، يبقى ايه؟ يخلي اتجاه الفيد بتاعنا في اتجاه معين. لو مر في الايه؟ في الوايندنج الثانيه، يخلي برضك الايه؟ الاتجاه بتاع الايه؟ بتاع الفيد ينعكس، وبالتالي اتجاه الدوران بتاعك ايه؟ ينعكس. تمام؟ والبايبولر سيركت بتستخدم امتى بقى؟ لما يكون عندي زي ما قلت لكم عندي اكتر من 2 فيز، وبالتالي ايه؟ كل فيز بيبقى عباره عن كونفينشال وايندنج. زي ما بص يا شباب، ادي شكل البايبولر، ادي ده الفيز اهي، دي بتمثل فيز اهي. هنا الفيزه مالها؟ عباره عن ايه؟ عباره عن وايندنج عاديه خالص، اهي مفيش مشكله خالص. والفيزا ايه؟ برضك وايندنج عاديه خالص. فانت هنا بتعمل ايه؟ بتعمل استخدم اربعه بريدج اهي، اربعه هنا بريدج. فبالتالي ممكن تعكس اتجاه التيار، يعني التيار في الوايندنج نفسها. يبقى عندك لو اشتغلت كيو واحد وكيو اربعه مع بعض، يبقى مش التيار في اتجاه معين. ولو دول اشتغلوا مع بعض هيعكس اتجاه التيار فين؟ في الوايندنج هنا. وده غالبا برضك الكلام ده في حاله مين؟ في حاله استخدام ايه؟ في حاله وجود تو فيز يعني. تمام؟ اما اليونيبولر بقى استخدمه امتى؟ ممكن في الايه؟ في الوايندنج اللي هي زي كده. عندي سنتر تاب اهو، وايندنج اهي، بص اهو. فبالتالي ايه؟ كل النص ده بيشتغل بايه؟ بكيو 2، والنص الثاني بيشتغل مين؟ بكيو 1. فبالتالي هنا اتجاه التيار بتاع ده هيعكس على اتجاه التيار اللي ماشي هنا. تمام كده يا شباب؟ وبالتالي ايه اللي يحصل؟ يبقى هنا لو ده اشتغل، الوايندنج دي اشتغلت، يبقى ايه؟ هيديك فيض في اتجاه معين. ولو دي اشتغلت يديك فيض في عكس الايه؟ في عكس الاتجاه. يبقى انت كده ايه؟ بتعكس الفيض اللي ناتج من الفيزا الواحده، مش بعكس اتجاه التيار، لا، ان الوايندنج نفسها اللي موجوده هي الايه؟ هي اللي معكوسه. الجزء ده بيبقى الوايندنج دي بتبقى معكوسه عن مين؟ عن الوايندنج. فبالتالي الفايل الناتج منها هيختلف عن الفايل الناتج من الحاله الثانيه. وهنا بقى الدرايف سيركت بالنسبه للفاريبل بلاكنس موتور بتبقى ايه؟ كل فيزا، والكلام ده هناخده شيء بالتفصيل ان شاء الله المحاضره الجايه. كل فيزا دي تمثل فيزا اهي، بيبقى فيها ايه؟ بتتغذى مين؟ ب يونيبولر سيركت. دي اسمها يونيبولر سيركت اهي، لان التيار هيمشي في الدايره دي هيبقى في اتجاه واحد، مش هيتعكس بالنسبه للفيزا دي. يعني ما اقدرش اخلي الطيار يمشي كده، لا، هو الطيار هيمشي كده في هذا الاتجاه فقط.
تمام. لكن انا بستخدمه هنا ليه؟ لان عندي اكتر من فيز، ادي فيز A ودي فيز B ودي فيز C. فلما يكون عندي اكتر من تو فيز مش محتاج انا اعكس التيار في الفيز علشان اعكس اتجاه الدوران، لا ده بكل بساطه انا هعمل ايه؟ هغير السيكونس بتاعي، بدل ما اشتغل A B C اشتغل A C B، وبالتالي اعكس اتجاه الدوران. وان شاء الله رب العالمين في المحاضره الجايه نكمل الجزء بتاع الدرايف سيركت وناخده بشيء من التفصيل شويه، وناخد برضك الكاركترستيك بتاعت الستيبر موتور باذن الله رب العالمين. اتمنى ان تكون ان شاء الله المحاضره واضحه بالنسبه لكم. المحاضره في دي اتكلمنا فيها على النوع الثاني من الفاريبل ريلكتنس موتور اللي هو المارت ستاك، واتكلمنا على البيرمننت ماجنت موتور بالموز بتاعته المختلفه، التو فيز فول ستيب والسنجل فيز فول ستيب والهاف ستيب اللي هي سنجل فيز وتو فيز مع بعض بيشتغلوا مع بعض عشان يديها هاف ستيب. واتكلمنا في حاجه جديده اسمها المايكرو ستيب، وده بستخدمه لما اكون عايز الستيب انجل بتاعتي تبقى صغيره جدا، ممكن توصل ل يعني 18 من 1000، يعني تبقى جزء من ال 1000 من ايه من كديجري يعني. وبعد كده قلنا الهايبريد اللي هو بيكون او بيشمل الادفانسج بتاعت الفاريبل ريلكتانس والادفانسج بتاعت الستيبر موتور. وبعد كده اخذنا فكره مبسطه عن الدرايف سيركت اللي في الستيبر، وهي عباره عن يوني بولر والباي بولر. ان شاء الله رب العالمين نشوفكم المره الجايه على خير ونكمل مسيرتنا في الستيبر موتور. اتمنى ان تكونوا على خير ان شاء الله، واتمنى ان يكون في استفاده من المحاضرات اللي هي اونلاين لكتشرز دي باذن الله رب العالمين. ولو في اي استفسار زي ما قلت لكم قبل كده، لو في اي حاجه في مشاكل يا ريت تبعتوا لي على الواتس او تتواصلوا مع مندوب الدفعه بحيث ان هو يوصل لي الحاجات اللي فيها مشاكل بالنسبه لكم ونعيدها تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.